مساكم الله بالخير مستمعينا الأحبة على تردداتنا ومتابعينا على منصاتنا الرقمية من هنا من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض في تغطية لمعرض كوميكس 2023 الذي يستمر حتى 25 من هذا الشهر ومجموعة من الفعاليات والأنشطة والندوات التي يشهدها هذا المعرض وسط مشاركة من كبرى الشركات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالإضافة طبعا إلى مشاركة الجامعات والكليات والطلبة. اليوم مستمعينا الأحبة انطلق المنطقة الأول للإجادة الرقمية وكذلك هناك مجموعة من الفعاليات مثل ختام منافسة مجموعة إذكاء للشركات الناشئة ومؤتمر الأمن السبراني. خلفنا في هذا المكان وفي هذا الاستديو تعقد كذلك مجموعة من الجلسات النقاشية والحوارية في أجواء تقنية ورقمية فيها الكثير والكثير. نحن مستمعينا الأحبة راح نكون إن شاء الله معكم في مواصلة لتغطيتنا من خلال مجموعة من اللقاءات للمشاركين في هذا المعرض. ومعنا مباشرة في الاستديو الأستاذة بدرية بنت أحمد الهطالية رئيسة فريق إدارة التغيير المؤسسي بوزارة الداخلية. أهلا وسهلا بك الأستاذة بدرية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يا مرحبا وسهلا بك وسعيدين بوجودك معنا في الاستديو من هنا من كوميكس 2023. الله يحفظك يا أستاذة بدرية. نتحدث بداية عن طبيعة مشاركة وزارة الداخلية في معرض كوميكس. وزارة الداخلية تشارك بمجموعة من التطبيقات والبرامج اللي نعتبرها من البرامج اللي نفتخر فيها وتم تدشينها خلال الفترة المصرمة. طبعا وزارة الداخلية تنافس حالها حال المؤسسات الحكومية في جانب التقنيات والتكنولوجيا من خلال التطبيقات اللي تم تدشينها واللي هي العلاقة بالاختصاصات التي تتعلق بجانب وزارة الداخلية. أحد أبرز البرامج اللي تم تدشينها اللي هي الانتخب وانتخاب واللي أيضا ما شاء الله تم مشاركة في ورقة عمل اليوم في المؤتمر ويعني وذلك بسبب النقلة النوعية التي انتقلت فيها من المرحلة السابقة إلى المرحلة التي تدعم التكنولوجيا على المستوى المحلي. نعم طبعا نحن لنا تجربة قريبة مع أنظمة وزارة الداخلية وهي انتخابات المجالس البلدية وممكن جميعنا جرب هذه الأنظمة من خلال الانتخاب الإلكتروني والتصويت الإلكتروني وكانت تجربة يعني جديدة علينا ولكن في نفس الوقت كانت تجربة ثرية جدا حفظت الجهد والوقت والمال. بداية يعني الأستاذة بدرية نتحدث عن طبيعة أحيانا الخدمات الإلكترونية من وزارة الداخلية مرتبطة بجوانب حساسة نوعا ما ويحتاج لها أكيد اشتغال كبير في نواحي مختلفة. ما هي الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في معرفة هذا التقدم التقني العالمي ومحاولة كذلك استثماره واستغلاله في الخدمات التي تقدمها وأبرزها طبعا الانتخابات سواء كانت على نطاق مجالس بلدية أو حتى على نطاق مجلس الشورى وهو الحدث المرتقب كذلك؟ فعلا مثل ما قلت ان وزارة الداخلية قد يكون المواضيع التي تتعلق فيها يعني مواضيع جدا مهمة وحساسة وتتعلق بفئة كبيرة على يعني من المجتمع. ولو لاحظنا ان الاقبال اللي يقبل فيه المواطنين للمشاركة في فعاليات الانتخابات ولو تحدثنا عن انتخابات المجلس البلدي يعني قبل فترة بسيطة يسمى العرس العماني والعرس الوطني. نعم. وذلك بسبب أنه جميع فئات المجتمع العماني تشارك في هذه الفعالية لأنها تعتبر من الأشياء المهمة أو الفعاليات المهمة اللي فعلا من المفترض أن هي تمكن المجتمع العماني أنه هو يعني يكون قادر على تحديد أولوياته واحتياجياته وتحديد نوعية البرامج اللي راح يسهم فيها في تنمية المجتمع. فالمجلس البلدي يسهم في هذا الجانب اللي هي تمكين المجتمع العماني من تحديد احتياجاته وأولوياته ولذلك هو التطبيق هذا مهم جدا أو المشروع هذا مهم جدا يتعلق بالمواطن اللي راح يرشح الشخص اللي راح يتكلم عنه في هذا الجانب في اختيار خدماته وأيضا يتعلق بعضو مجلس البلدي المفترض أيضا يكون قادر وممكن من أنه هو يحدد احتياجاته واحتياج المواطنين عفواً وفقاً للائحة التنظيمية التي تحدد هذا المجال. نعم من الواضح الأستاذة بدرية أنه بعض الخدمات تجاوزت
التحول الرقمي إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. نتحدث عن تجربتكم في استخدام هذه التقنيات. خلينا نتكلم بداية يعني قبل فترات سابقة كان الانتخاب في المجالس البلدية يتم عن طريق الصناديق والأوراق، وكان فيها بروسس طويل جدا ويعني وجهد كبير يبذل في هذا الجانب. بالمناسبة قبل شوي كنت أشوف الورقة اللي يقدمها الرئيس مكتب سعادة الوكيل طلال السعدي، وكان يتكلم عن اللي هي المبالغ اللي كانت تصرف في العملية الانتخابية السابقة، يعني هي تساراوند مال 6 مليون تقريبا، لأنه كانت يعني تقريبا في كل الولايات 40 ولاية أو 44 ولاية واللجان وما إلى ذلك، إلى أن تقلص إلى أقل من النصف بسبب ان احنا تحولنا الكترونيا. يعني فمتخيل الجهد الكبير اللي انك انت فقط مجرد انك تنقل من الجانب الورقي الى الجانب الالكتروني ويصير الجميع قادر انه يصوت من تليفونه، غير عن التقنيات اللي تم استخدامه اللي هي الذكاء الاصطناعي في معرفة الوجوه. يعني البرنامج كان يتعرف على انه المفترض انه الشخص يصور نفسه بكاميرا الهاتف، والبرنامج يطابق الصورة بالذكاء الاصطناعي مع الشرطة اللي في الصورة الموجودة في البطاقة الشخصية وفقا لبعض النقاط الموجودة في الوجه، وبالتالي يعني البرنامج خدم كثير في هذا المجال. العملية كانت جدا رائعة وجدا يعني البرنامج يعني اختصر الجهد الكبير واختصر الوقت واختصر الكوادر البشرية والموارد المالية. فيعني نعم. النقلة النوعية هذه شكلت فارق كبير بالنسبة لنا في وزارة الداخلية. الملفت في وزارة الداخلية أثناء تغطيتنا لانتخابات المجالس البلدية وحتى تغطيتنا لانتخابات مجالس الشورى في فترات سابقة، هناك رغبة حقيقية من القائمين والمسؤولين في الوزارة إنه تطورنا في استخدام التقنيات الحديثة عملية مستمرة لن تتوقف ولن نرجع خطوة إلى الوراء. فعلا. وهذا ما صرنا نلاحظه من انتخابات إلى أخرى، هناك تدرج في استخدام التقنيات، وهناك حقيقة يمكن ما أصفها بالجرأة إن نحن نخطو خطوة للأمام. نحن نعرف أحيانا تكون في تردد تخوف، لا خلنا نتمهل، هذه التجربة نحن استخدمناها بس غيرنا بعدها ما استخدمها، خلى هو يستخدمها قبل. هذا الرغبة أتوقع أستاذ بدري ينعكس عليكم جميعا عندما تكون القيادة في الوزارة بهذه الرغبة بهذا الإصرار بهذه الصلابة، معناته هذا ينتقل إلى الجميع في أنه يبذل المزيد. فعلا دائما القرار الجريء يتطلب شخص جريء وشخص قادر على اتخاذ هذا القرار، وخصوصا أنه المنطقة العربية كلها أو قد يكون العالم كله يتخوف من استخدام التقنية في عمليات الانتخاب. صحيح. بينما كنا في وزارة الداخلية جريئين جدا اتخاذ هذا القرار، وأحب يعني فعلا يعني أكد على موضوع أنه المسؤولين عنا بالوزارة كانوا قريبين جدا من العملية الانتخابية. يعني أحد المرات اللي شاركنا فيها في الاجتماعات وكانت الفترات المسائية المسؤولين كانوا موجودين وكانوا يشرفوا على كل الملاحظات، يعني أبسط الملاحظة قد تظهر من اللجان المشاركة إلى أكبر الملاحظات، كانوا يتأكدوا أن بالفعل أن هي تم العمل عليها وتم تعديلها أو تم تصحيحها أو تم تطويرها. فكان التجاوب سريع، يعني تجاوب سريع ومثل ما قلت جرأة عالية جدا أن الواحد يعني يقدم على هذا البرنامج. لو جينا على فريق إدارة التغيير الناس كلها تتخوف من أنه قد يكون في ردة فعل من المجتمع. صحيح. أنه قد يكون ما بيشارك أو قد يقول لا، لكن مجتمعنا العماني لا. يعني الجرأة أيضا من المجتمع العماني. صحيح. من صحيح. من المشاركين من الناخبين، وهي جرأة مبنية على الثقة من التجارب السابقة حقيقة الأستاذة بدرية، لأنه هذه ما أول مرة نحن نستخدم تقنيات حديثة في عملية الانتخابات. صح أننا تدرجنا لمرحلة وصلنا نسويها بعملية كاملة بشكل إلكتروني وتقني، لكن تم التمهيد من خلال يعني قطع خطوات كثيرة. أنا سعيد جدا أن أتعرف على تجربة وزارة الداخلية، وهي تجربة فريدة حقيقة من نوعها، ويمكن نحن توصلنا الخدمة النهائية دائما، لكن علينا بعد ندرك أنه خلف كل خدمة هناك اشتغال كبير، بعضه أنت أكيد يعني تعرفه في الميدان يستمر لأشهر طويلة وأحيانا لسنوات
حتى نصل إلى مرحلة معينة. فكل التوفيق لكم الأستاذة بدرية. بارك الله فيكم، إحنا سعيدين بوجودنا معاكم اليوم وكان حوار جميل صراحة معكم. الله يحفظكم. شكرا لك الأستاذة بدرية. إذن مستمعينا الأحبة، نحن مستمرين معكم في التعرف على تجارب مختلف المؤسسات، سواء كانت مؤسسات حكومية أو مؤسسات خاصة أو أفراد. الآن القطاع التقني أصبح قطاع حيوي يشمل جميع مناحي حياتنا. الطفل يستخدم التقنية، كبير السن كذلك يستخدم التقنية. اليوم عزيزي المستمع والمتابع، والدك والدتك الله يحفظهم لكم، يمكن أنتم تتواصلوا معهم عن طريق هذه التقنيات الحديثة، فبالتالي الكل مستفيد منها، ونتمنى إن شاء الله دائما التقدم لجميع الجهات في تقديم أفضل الخدمات التي تعزز جودة حياتنا جميعا. فاصل ولنا عودة، لا تذهبوا بعيدا.